كم من قارئ أصاب قلبي بالحزن لكونه صاحب صوت متميز، ولكن لم ينل فرصة لإثبات صوته. حصل على فرصة التلاوة أمام المبتهل المصري المبتهل وهدان، ولكن لم تكن فرصة رسمية، لم تكن في محفل دولي، ولم تكن مذاعة، ولم يذاع على اليوتيوب مطلقا. هيا بنا نستمع إلى هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم.